كان اشعال النيران في بعض الاطارات الموجوده على الارض، ولا زالت ربما النيران التي اشتعلت في سيارات الامن المركزي لم تطفئ بعد. نعم، يعني محمد نحن نتابع الموقف على الأرض الواقع منذ الصباح الباكر، ولكن إذا حتى اختلف المشهد وما نشاهده الآن من اختلافات في الأعداد، ولكن سنعود مما لا شك إليك لاحقا محمد سليمان مراسل نيل بميدان التحرير. شكرا على هذه المتابعة.